من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, we have in this session a very important lecture, perhaps the most important lecture of this conference, at least in my estimation. And fortunately we have Sheikh Muhammad Ismail to give us this lecture. The title of this topic is The Way or the Methodology of the Pious Predecessors, the Salaf al-Salih, in learning, differing, and in calling to the truth. So without further delay, I will allow Sheikh Muhammad to start his lecture. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, أيضا فإننا كلما افتتحنا كلامنا بترديد هذا الشعار الذي نرفع به عقيرتنا في كل مكان ونفخر به ونعتز به, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, فإننا نعني ما نقول ونستحضر هذا المعنى, ولذلك نقدمه بين يدي كلامنا وبين يدي سلوكنا ليبقى راية مرفوعة على رؤوسنا وفي قلوبنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نتبصر مواقع أقدامنا ويعني ما يجب علينا, ويعني ننصح أنفسنا ونتعاون في جواب هذه الأسئلة الثلاثة المهمة: كيف ندعو إلى الله؟ كيف نختلف؟ كيف نتعلم؟ فهذه قضايا ما من شك من أهم القضايا التي تشغل يعني الساحة الإسلامية, وكل موضوع على حدة يحتاج إلى عدة محاضرات حتى يستوفي حقه, لكننا سنجتزئ بنبذ يسيرة من الأداب الشرعية التي ينبغي التحلي بها في هذا المجال. The Sheikh in starting his lecture recited خطبة الحاجة, and which is the statement that the best of guidance is the guidance of Muhammad صلى الله عليه وسلم. And the Sheikh said, we always keep these words in front of us, and we believe in what we say, that truly the best of guidance is that of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And as it is said, the best of guidance is in following those who have come before us, meaning our pious predecessors. And every evil is in innovating and leaving the guidance of the pious predecessors. The three questions which are in front of me today, and that is, how do we call to Allah, how do we differ amongst ourselves, and how do we learn the religion of Islam, are very important issues. Each issue in and of itself deserves not just a lecture, but many lectures indeed. However, what we'll try to do in this brief lecture is cast some light on some of the manners and some of the etiquette that one needs in these three issues, in dealing with these three issues. فقضايا يعني او الموضوعات والنقاط التي ينبغي تغطيتها في موضوع هام
كموضوع كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى لا شك يحتاج إلى فرق كثير جدا من القضايا والموضوعات، لكن نظرا أن هذه الثلاث الموضوعات مجموعة في محاضرة واحدة فسنكتفي بالتذكير بأهم المهم من هذه النقاط. أول هذه النقاط يعني أخلاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأخلاق التي يجب أن نسلكها عندما نمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس يظنون أن الشدة والعنف والغلظة والقسوة مع المدعوين سواء كانوا مسلمين أو سواء كانوا كفارا هذا دليل على الالتزام الشديد بالدين وعلى تعظيم حرمات الله عز وجل، وأن ما عدا ذلك ينظر إليه بعين الازدراء والاتهام، وأن هذا تهاون في الدين وتضييع لحقوق الله عز وجل وعدم تعظيم لها. حينما نتذكر موقف كليم الله موسى عليه السلام حينما أرسله الله وأخاه إلى فرعون، يعني ماذا قال الله عز وجل لخير البشر في زمنه لشر الناس في زمنه؟ قال سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن الهدف هو أن تكسب هؤلاء الناس، أن تلين قلوبهم وأن ينقادوا حقيقة إلى هذا الحق. فهل هناك إجرام أكثر مما قال فرعون؟ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال أيضا يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك من هذا أخبث الشر على الإطلاق أن ينازع الله سبحانه وتعالى في هذه الخصائص، ومع ذلك قال الله عز وجل في مقام دعوة فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقال وقد امتثل موسى عليه السلام ذلك لمن تمعن في الحوار الذي جرى بينه وبين فرعون، وحكى الله عز وجل عنه كما في سورة الأعلى فقال هل لك إلى أن تزكى، أو في سورة النازعات هل لك إلى أن تزكى، ما قال تعالى كي أزكيك وأطهرك، لكن جعل التزكية منسوبة لي هو، ومنتهى التلطف حين تقول هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وهكذا. فإذا أي إنسان يعني نحن نتعامل مع كثير من الناس أقل كفرا من فرعون، وبل منهم مسلمون ليسوا أصلا بكفار ولله الحمد ما زالوا على أصل التوحيد، فينبغي اعتماد قاعدة الرفق في مخاطبة الناس، أن يرفق الإنسان بمن يخاطبه وأن يحسن معه خلقه، وليس في هذا تنازل بل هذا تمسك بالدين وبأداب الإسلام. وأول دليل على ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، أوجب الله أمرنا أن نحسن القول للناس، والناس تشمل اليهودي والنصراني، فكيف بالمسلم الموحد؟ وقولوا للناس حسنا، إذن لا تتحرج أن تجتهد في الرفق بالناس وحسن الخلق معهم حينما تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم يعني النصوص الكثيرة التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق بالناس، وكما في قول لعائشة رضي الله تعالى عنها يا عائشة يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وغير ذلك من الأدلة على الترغيب في الرفق والتلطف بالمدعوين. So of course, as the Sheikh mentioned and I translated earlier, that since this topic is so broad, what we'll be doing is just discussing not just the important points, but the most important important points. The first issue the Sheikh began with is how do we call people to Allah? And the first issue he mentioned was that we would discuss the akhlaq or the morals and characteristics, the mannerisms of those people who want to call to Allah. Many people have a misconception in that they believe that to be harsh and to be strong in speech is a sign of being firm upon the religion of Allah, and that to be gentle in calling to Allah is a sign of compromise and a sign of a weakness in one's faith. However, if we look at how Allah subhanahu wa ta'ala spoke to Musa in the Quran, and Musa, as we know, was the best of mankind in his time, Allah subhanahu wa ta'ala told him when he goes to Pharaoh, who was the most evil person during his time, Pharaoh who declared himself to be Allah, Pharaoh who declared himself that he said, I am your Lord Most High, Allah subhanahu wa ta'ala tells Musa and Harun, and go to Pharaoh and say to him a soft word, that perhaps he might remember Allah, and perhaps he might purify himself. So here Allah subhanahu wa ta'ala is telling Musa
to go to the most evilest man of his time, one who claimed divinity, one who claimed that he was Allah subhanahu wa ta'ala or that he was the Lord Most High, and told him to say a soft word. Yet we find ourselves that often when we are dealing with people who are less evil than Pharaoh, are less in their disbelief, or are Muslim, and however might be sinful or might be ignorant, we are very harsh with them. And the statements of the Prophet ﷺ encouraging us to be gentle in preaching and encouraging us to be gentle in calling people are quite many. Among which is the statement of the Prophet ﷺ to Aisha, O Aisha, that whenever gentleness is placed in a matter, it makes it beautiful. And whenever gentleness is taken away from something, it disfigures it. And also Allah subhanahu wa ta'ala has told us in the Quran to say to mankind a kind word or a good word, to say to mankind a good word. And this is general for Jews, Christians, and Muslims, that we should say good words, which include gentle words. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. فنفس الموضع الذي يخرج منه الكلام الغليظ الخشن هو يستطيع الإنسان أن يجعله منبعا للكلام الطيب الرفيق الذي يأخذ بزمام القلوب والنواصي إلى الانقياد للهدى الذي تدعو إليه. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن حسن الخلق تعظيما شديدا، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأحوج الناس إلى حسن الخلق من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الأنظار إليه متطلعة، والخطأ منه يعظم في عيون الناس، ودعوته يجب أن تكون بلحظه قبل لفظه. يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجهي كم فضل كانك، ممكن أخي كبروا بارك الله فيكم، كبر تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. نحن إذا لاحظنا سلوك الباعة في داخل المحلات الكبيرة، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل التاجر أو البائع؟ يحاول أن يجتهد في حسن المعاملة العميل الذي يشتري منه، يتبسم في وجهه. بل يعني بعض المحلات إذا أراد العمال أن يعني يحتجوا أو يؤذوا صاحب العمل يفعلون نوع من الإضراب عن الابتسام، ألا يبتسم في وجه المشترين، فأدى ذلك إلى كساد في التجارة. فإذا كان التاجر يحاول أن يزين بضاعته، يعرضها في أحسن صورة، يرفع شعار الزبون دائما على حق أو العميل دائما على حق، لماذا كل هذا؟ ليجمل بضاعته. فمن أولى بحسن الخلق مع الناس يعني سوى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى؟ فالدعاء ينبغي أن يدعو الناس إلى الله عز وجل باللحظ قبل اللفظ، برؤيتهم بسلوكهم قبل أن يدعوهم ب يعني كلامهم. فإن حال يعني رجل في ألف رجل أعظم تأثيرا من كلام ألف رجل في عدد قليل من الناس، فلا يثمر إذا لم ينضم إليه العمل والاقتداء والاتساع. And the Prophet صلى الله عليه وسلم also talking about kindness and softness in one's speech. He says the good word or is a form of charity. So what a person says on his tongue in harshness, he could turn that to charity for himself by saying a good word. And also the Prophet ﷺ has said, I have been sent only to perfect the most noblest of character. So here the Prophet ﷺ has made his message one of being encompassing and just having good character. And we know the Prophet ﷺ also said that to smile in the face of your brother is a sadaqah, is a charity. All these narrations show us the importance of that we should have good character. And the Sheikh gave an example. He said, you know that during, if you go to stores, department stores or supermarkets, how the workers there always try to be pleasant in character in order to gain the customers. And they will always go and be smiling and always say the customer is always right in order that their product might be sold to them. So what about those people who are calling to Allah, those people who are wanting guidance for mankind,
shouldn't they also have such fine character that people might accept the product or what they're trying, the message they're trying to give them? Obviously, of course. So it's very important that the callers of the truth always have the best of manners. As the Sheikh said, that a single man amongst 1,000 people of good manners, single man, will have more effect than to have 1,000 preachers to the truth who are of bad manners. ويتربع قمة الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها من يعني يمارس الدعوة الله سبحانه وتعالى خلق الصدق وعدم الكذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يتحرى الإنسان الصدق في كل شيء، فيما يقوله، فيما يفعله، في الأخبار التي ينقلها، في الأحاديث التي يستدل بها، وغير ذلك. والله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل إن بعض العلماء والشيوخ كان إذا جاءه إنسان تائب حديثا، حديث التوبة، وطلب منه أن يكلفه بشيء يعمله، ماذا يفعل؟ فكان لا يكلفه بأي شيء سوى كلمة الصدق فقط، يقول له كن صادقا. لماذا؟ لأن هذا من فقه هذا الشيخ، لأنه إذا صدق بدليل قول النبي عليه السلام فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير. فإن الصدق يهدي إلى البر، إذا الإنسان حافظ على خلق الصدق فإن من بركة ذلك أن ينصلح حال وتفتح لي جميع أنواع الخيرات وأنواع الطاعات الأخرى، وإن البر يهدي إلى الجنة، إلى آخر الحديث. وليس المقصود كما يعني أشرنا الصدق في الأقوال فقط، وإنما في الأعمال وفي الأقوال وفي كل الأحوال. ينبغي أن يعني يفيض، يعني أن يستقر الصدق في قلب المؤمن وفي سلوكه حتى يفيض على جوارحه، حتى تكاد بديهته تعبر عن أنه شخص صادق. وهذا من أقوى، يعني هذا كان أحد الأدلة التي استدل بها أكبر علماء اليهود في المدينة المنورة، عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، كبير علماء اليهود وأحبارهم وأفضلهم وابن أفضلهم باعترافهم أنفسهم، حينما كان يتوقع، طبعا كانوا يعلمون من كتبهم أن هناك نبيا سوف يبعث عليه الصلاة والسلام. فلما سمع بذلك الذي أتى من المدينة واجتمع الناس حوله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ ماذا فعل هذا الحفظ من أحبار اليهود؟ قال فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أسلم بسبب هذا، أن هذا الوجه ليس وجه كذاب. إذن الصدق يعني يتغلغل في أعماق نفس المؤمن والداعية حتى تنطق بها بديهته قبل أن يتكلم. يقول ابن سلام فعرفت فاستثبت، ثبت عيني في وجهه لأتحرى وأنظر إلى وجهه، فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني الداعية ينبغي أن يتحلى بهذا الخلق، بل أن يمتاز به عمن أعداه من الناس. As far as the second characteristic that our second quality the person who calls the truth must have, we mentioned of course the first one, gentleness, that is truthfulness. And the Prophet ﷺ has said in a narration, it is upon you to be truthful, for definitely for truthfulness leads to righteousness, al-birr, and righteousness leads to paradise. And a person continues to speak truthfully and to seek to be truthful until he is written with Allah subhanahu wa ta'ala as a truthful person. And beware of lying, for lying leads to immorality, and immorality leads to the hellfire. And a person continues to be to lie and to seek to lie until he's written with Allah subhanahu wa ta'ala as a liar. And Allah subhanahu wa ta'ala says, fear Allah and be amongst the truthful. And indeed, from the understanding of some of the scholars of Islam, they would say, when a person would come to them and would want to repent, and the person would say to him, well, what should I do now that I've repented? Those scholars would say to them, just be truthful. And this is from their great understanding, in the sense that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that truthfulness leads to al-birr, or righteousness. And this word al-birr, although we translate it as righteousness, it means a word which includes all types of good, all types of good deeds.
So by him telling them to be truthful, he's setting the basis, the foundation for him to come to all righteous deeds, as the hadith says. And truthfulness, even though we call it truthfulness, we translate it into English. In Arabic, it gives also the meaning of being truthful in not just in one's words, but in one's deeds, in the sense that his deeds matches his words. And this is part of, although this is not, maybe not conveyed when you translate it as truthful, however, the meaning in Arabic also includes not just truthfulness in statements, but also that a person's deeds matches his words. And indeed, this is a great indication which was used by Abdullah ibn Salam to show that the Prophet ﷺ, or which he used Abdullah ibn Salam to realize that the Prophet ﷺ was truly the Prophet of Allah. For Abdullah ibn Salam, as many of you know, was a great Jewish rabbi, scholar amongst the Jews in Medina. And he was aware that there was going to be a prophet sent in Arabia. So when the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came to Medina and the people gathered around him, and he had heard that this man in Medina claims prophethood, he went to see this individual, being the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to see if he really was a prophet or not. So Abdullah ibn Salam says, I stared in his face and I knew that this is not a face of a liar. So he believed in his prophethood. So the Shaykh says that therefore, the person who is calling to the truth should always be a truthful person, and people can see this in his behavior and in his mannerisms. أيضا هرقل حينما استدعى أبا سفيان قبل إسلامه في بداية الدعوة أو في فترة صلح الحديبية سأله عن علامات بعض علامات الأنبياء، لأن هرقل كان على علم بهذه الأشياء. فقال له هرقل: هل جربتم عليه الكذب؟ فقال: لا. ذكر أن لا. ثم بعد ذلك قال له هرقل: هذه من علامات صدقه في نبوته. فقال: ما يعني إنسان لم يجرب عليه كذب قط، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. فجعل هذا دليلا من أدلة صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. نلاحظ أن القرآن دائما يجعل ما يقابل الصادق هو المنافق. يقول الله تبارك وتعالى، يقول عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. جعل في مقابلة الصدق النفاق، فالكذب من أخلاق يعني المنافقين، والمؤمن قد يطبع ويجبل على بعض الأخلاق، قد يكون جبانا، قد يكون كذا وكذا، لكن لا يكون المؤمن كذابا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. And also we know that we gave the story of a Jewish scholar and also with a Christian scholar, that being Heraclius, Caesar. When Abu Sufyan came to him after the Prophet ﷺ, had sent a letter to Heraclius calling him to Islam. And Heraclius wanted to find some Arabs to see about the Prophet ﷺ and inquire about the Prophet Muhammad ﷺ's affair. So he brought Abu Sufyan to his court. At that time, Abu Sufyan was a disbeliever. And among the different questions he asked Abu Sufyan was, does he lie? Have you ever found him lying before? And Abu Sufyan said, no, we've never ever seen him ever lie. So Heraclius, after many questions, explaining what was his reasoning behind these questions, he said, this is one of the signs of prophethood. For how could a person never lie amongst people and then say a lie against Allah? And also we find that in the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala always compares the believers, the truthful and the hypocrite. Allah subhanahu wa ta'ala says that he may reward the truthful for their truthfulness and that he may punish the hypocrites turn the repentance to them. So here Allah subhanahu wa ta'ala has made the opposite of the truthful, the hypocrite. And likewise we find that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has informed us that the believer can have some bad qualities like cowardice, but one quality the believer can never have is that he is a liar. يجب أيضا أن يعني يلاحظ من يدعو إلى الحق أن محل الصدق أساسا هو القلب. الصدق في عبادة قلبية قبل أن تكون أو يعني بجانب أنها عبادة لسانية. ومن المعروف عند بعض علماء السلف أنهم كانوا يقولون إن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان. فالداعية ليس ممثلا على خشبة المسرح، الداعية ليس ممثلا على خشبة المسرح، يعني يتقمص صورة معينة ثم إذا خلى يكون إنسانا آخر، وإنما هو عبد لله في كل يعني أحواله، صادق في كل أحواله. ولذلك لما
وعظ بعض العلماء الافاضل من دعاة العلماء السلف رحمهم الله، فبكى الناس كثيرا وتأثروا بكلامه جدا، فأتى إليه ابنه ولده وقال له يا أبتي إني أسمع كثيرا من الناس يعظون ولا يتأثر الناس بكلامهم كهذا الذي ظهر، فقال له يا بني ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. النائحة الثكلى التي فقدت ولدها يعني التي يعني النائحة الثكلى اتكلت يعني فقدت ولدها فتبكي عليه بحرقة، واضح؟ أما المستأجرة يأتون بامرأة، هذه من أخلاق العادات الجاهلية، يأتون بامرأة يعطونها مالا فتظل تندب وتذكر محاسن الميت وتثير يعني أشجان أهل الميت مقابل مال، فهل يكون صدق هذا مثل يعني صدق مثل مستأجر مثل الذي احترق قلبه على هذه يعني الدعوة؟ نعم. And another important point is that those people who call for the truth, we must understand that truthfulness, it lies initially in the heart. And this is a place where truthfulness is an act of worship which comes from the heart. And it's not something which just lies upon the tongue. The person who calls for the truth should never be an actor acting in the play, in the sense that he takes on a role in front of the people, and then afterwards he's of a completely different character. This is not the way for the true person who calls for the truth. And one of the great scholars of the Salaf one time gave an exhortation, and the people all were crying from what he said. So his son came to him and said, oh father, how is it that when you spoke the people cry, but I hear other people exhorting and warning the people, but yet it doesn't affect their hearts, it doesn't make them cry, they don't become emotionally overtaken and so forth. The person from the scholar from the Salaf told his son, he said, the mother who loses her child is not like that lady who's paid money to cry. It was one of the practices of the people of Jahiliyyah that they would pay money for somebody to cry on their family's behalf when their family member's dying. So what the scholar was trying to say is that obviously the person who's crying, the mother who's crying because she's lost her own child, she's crying out of her own truthfully because this is her child that she's lost. Unlike the woman who's paid money is just taking on a role. In other words, truthfulness, when somebody gives an exhortation and he's truthful in that, it affects the people. And as however, when a person is not truthful, it doesn't affect the people. And one of the rules, therefore, is that the scholar said that when the word comes out of the heart, it goes right into the heart of the person who listens. When the statement only comes from the tongue, it doesn't pass the ears of the person who's listening. أما الخلق الثاني الذي ينبغي أن يتحلى به من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهو الصبر. الصبر الإنسان مدني بطبعه، وهو يعيش مع الناس ويدعوهم ويتفاعل معهم، فما من شك أنه سوف إذا بلغهم يعني رسالة الله سبحانه وتعالى فإنه يصادم أهواءهم ويصادم رغباتهم وشهواتهم، فبالتالي يعني يقابلونه بالنكير وقد يحصل منهم شيء من الأذى. ولذلك عطف الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن من يتواصون بالحق لابد أن يؤذوا في سبيل ذلك وأن يبتلوا، وبالتالي يحتاجون إلى أن يتواصوا بعد ذلك بالصبر. وقال عز وجل حكى عن لقمان في قوله لابنه يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن ترتب الأذى على الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو نتيجة طبيعية وسنة كونية قد قضى بها الله عز وجل، ولا يمكن لإنسان أن ينال الإمامة في الدين إلا إذا جمع إلى الصبر إلى اليقين الصبر. قد قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول عز وجل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. كل من يسلك هذا الطريق لابد أن يدفع له يعني على الإنسان إذا اختار طريق الله عز وجل يعرف أنه هناك ضريبة يدفعها حتى يصل إلى نهاية هذا الطريق التي هي الجنة، لابد أن يدفع ثمنا. نلاحظ في بعض الطرق السريعة في بعض البلاد إذا أردت أن تسلك هذا الطريق في البداية تدفع مبلغ معين حتى يسمح لك بالمرور في هذا الطريق ضريبة. كذلك الطريق إلى الجنة، من رضي بالجنة فلا ينتظر الثواب إلا عند الله وعند في نهاية هذا الطريق حينما يؤول إلى الدار الآخرة ويصيب الله تبارك وتعالى. فهذا الطريق طريق الأنبياء وطريق المرسلين، قد سلكه من قبل هؤلاء الأنبياء والمرسلون والصالحون والدعاء إلى الله عز وجل في كل الرسالات السابقة،
ولا بد من دفع هذه الضريبة. هذه سنة لا تتخلف. ولذلك من فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال له رجل: يا أبا عبد الله، أيما خير للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا تمكن حتى تبتلى، لا تمكن حتى تبتلى. فهذه من سنن الله التي لا تتخلف، بل إن في الحقيقة سنة الابتلاء لا تقتصر فقط على المؤمنين وعلى الأنبياء وأتباعهم، وإنما هي عامة في كل البشر. يقول الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كل إنسان في حالة ابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، إلى آخر الآيات. ويقول عز وجل أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، كل البشر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. ثم قال بعد ذلك في حق المؤمنين، قال في حق المؤمنين أيضا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ويقول عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، سلعة الله الغالية ليس لها ثمن. الإنسان إذا أراد أن يحصل على شهادة، أن يحقق منصبا من مناصب الدنيا أو منفعة دنيوية، فإنه يضحي ويسهر ويتعب ويسافر ويفارق الأهل والأوطان في سبيل تحصيل درجة من درجات الدنيا. هل تتصورون أن الجنة سلعة الله الغالية تنال بلا عناء وبلا صبر وبلا ثمن يدفع في مقابلها؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم، يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: ولما دخل سعد رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته وقد وضعوا قطيفة على جبينه، يعني مثل الكمادات الآن باردة، فوضع يده على القطيف وجد القطيفة نفسها يعني حرارتها مرتفعة جدا ساخنة جدا، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال عليه السلام: إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم، إن يعني معك إنك ذلك معشر الأنبياء يضاعف لنا في البلاء ويضاعف لنا الثواب والأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، يشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. نحن حتى نأتي بالدليل على ذلك من واقع التاريخ الإسلامي، لا يمكن أو لا تكاد تقف على ترجمة إمام من أئمة الهدى وأئمة التجديد، كما يقولون بالضبط يعني عناوين معينة، آيتمز، اسمه، عائلته، ميلاده، تلامذته، شيوخه، كتبه، في ضمن هذه العناوين يضعون محنته، فما تكاد تقف على إمام ولا عالم إلا وقد عرض لمحنة وإلى بلاء ودفع هذه الضريبة في سبيل الوصول إلى هذا الهدف العظيم. Now, the third character which a person must have when calling to the truth is that he must be very patient. For we know that Allah subhanahu wa ta'ala has told us in the Quran, or we know that when a person goes and calls the people to the truth, he is going to challenge or he's going to say something which goes against what people's whims and desires and what people's predispositions are upon. So therefore, sometimes he faces from them, or sometimes he receives from them some harm. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned patience after calling to the truth, like in the last two verses of Surah Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala says, and those who encourage in truth, and those who encourage in patience. Showing that patience is a necessary quality for those who call to the truth. And likewise, Allah subhanahu wa ta'ala has told us that Luqman exhorted his son and he said, command in the good and forbid evil, and then be patient upon what you face, what trial Allah gives you. Showing his son, Luqman was showing his son that by commanding good and forbidding evil, he will, of course, be tried, and therefore he must be patient. And Allah, the Prophet ﷺ has made many narrations in which he has extolled patience. Prophet ﷺ has said that a person is tried in his religion
to the degree of his faith. And the Prophet ﷺ has said that the prophets themselves are tried the most in their faith, and then those who resemble the prophets the most, and then those who resemble the prophets the most. And that is why when we look at how the lives of the scholars of Islam, we do not find a single scholar of Islam, except that after mentioning his name and his family and the scholars he learned with and the students he had and the books he wrote, they then mention how he was tried. The thing that occurred in his life, the trial that occurred in his life, and this is a sign always of the truthful scholars who call to the truth. So the point is that patience, when you call to the truth, is a necessary quality. أيضا مما يدل على أن هذه سنة كونية ماضية قصة الراهب والغلام في قصة أصحاب الأخدود المعروفة. كيف قال الراهب المسلم طبعا لذلك الغلام حينما بدت عليه ملامح أو يعني لاحت عليه علامات وأمارات ولاية الله عز وجل، فقال له: أي بني إنك أفضل مني وإنك ستبتلى. قرن بين أنه إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. أيضا ورقة ابن نوفل حينما بشر أو أتى الوحي أول مرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر أن النبي سوف يبتلى، ولذلك لما مجرد أن قص عليه النبي عليه السلام ما رأى قال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. بمثل لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الشاهد أنه من اللحظات الأولى منذ يعني ميلاد الدعوة اقترن الخبر بحتمية وقوع هذا الابتلاء. Also, among the evidences of that people will be tried when they call to the truth and they will be tested is the story in Sahih Muslim, the long hadith of Suhaib, in which the story was concerning the people, the companions of the trenches, and that a young man went to a Muslim monk, and the Muslim monk, just the important point of the hadith, the Muslim monk said to him, "You are better than me and you will be tested." And also in the hadith of Warqa ibn Nawfal, which is in Bukhari and elsewhere, that when the Prophet ﷺ first received revelation and Khadija took him to her cousin or to her relative, Al-Warqa ibn Nawfal, Al-Warqa ibn Nawfal said that nobody has come with a message like the message you've come, except for that their people have thrown them out. The Prophet ﷺ said, "Will they throw me out?" And Warqa ibn Nawfal said, "Yes, and had I been young or had I had strength in my body, I wish I would be there to defend you." And therefore we see that from the birth of da'wah, from the birth of the message of Islam, the signs that people will be tested are there. فكما ذكرنا الدعاء يحاولون إخراج الناس عما يعني استعبدهم من العقائد أو الأفكار أو يعني الشهوات. نتيجة هذا الاختلاف بين المنهجين يحصل الصراع، ونتيجة هذا الصراع قد يسلط الكفار على يعني المؤمنين، فكل فريق يبتلى في الحقيقة. فمن خضع لضغوط هؤلاء الكفار أو المنحرفين عن الدعوة إرضاء لهم وتقديما لرضاهم على مرضات الله عز وجل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ذلك أنه مقلب القلوب سبحانه وتعالى. أما إذا خالفهم وتمسك بالحق فإنه ما في شك يقع في غربة شديدة ويقبض على الجمر، ولا بد أن يتعرض للبلاء يبتلى، فإن ابتلي وثبت فيكافئه الله عز وجل بأن يجعله العاقبة، كما قال عز وجل: والعاقبة للتقوى، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قد يحصل التمكين في الدنيا بأن تكون العاقبة لهم أيضا في الدنيا بالتمكين في الأرض، وقد لا يحصل ذلك في الدنيا، ليس شرط. الصحابة لما بايعوا النبي عليه السلام ما بايعوا على التمكين ولا على أي مصالح دنيا، وإنما قالوا: ولنا الجنة، اشترطوا أن يكون لهم الجنة، هذا هو الثمن
الذي سوف يبذل لهم. أصحاب الأخدود ضحوا في سبيل عقيدتهم وأيضا ما حصل لهم تمكين في الدنيا. أما في الآخرة فحتما العاقبة للمتقين كما قال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فعلى الإنسان أن يضع نصب عينيه دائما أنه يعز أمر الله عز وجل، كما استوصى رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال له: أعز أمر الله يعزك الله، أعز أمر الله يعزك الله. لا يمكن إنسان يضحي في سبيل الله عز وجل ثم يكون ذلك هباء منثورا. والعلماء وضعوا قاعدة طيبة جدا في هذا المجال، قالوا: إرضاء الخالق، إرضاء المخلوق غير مقدور وغير مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. يعني لو إذا جعلت هذا فإرضاء الناس لا يمكن أبدا أن يجتمع الناس عليك. الناس افترقوا حتى على الأنبياء واختلفوا فيهم واضح، وانقسموا في شأنهم، فلا تظن أنك ترضي الناس أجمعين أبدا. هذا يعني إرضاء الناس غاية لا تدرك، فأرح نفسك، لأن إرضاء الناس لا هو مقدور أنت لا تقدر عليه ولن يتحقق لك، لابد أن يصف عليك فريق آخر. لا هو مقدور ولا مأمور، لم يكلفك الله به ولم يطلب منك أن ترضي الناس. أما إرضاء الخالق فمقدور ومأمور، داخل في طاقتك، ثم إنك مأمور ومكلف به. So the point is that therefore we have to understand that the people who call the truth always will struggle, and that's why the Prophet ﷺ said that when the people are when the people who preach the truth face those people or those who they're calling to, they break into two groups, because either they will try to please the people or they'll try to please Allah. And here the Prophet ﷺ says the significant statement of the Prophet ﷺ is that whoever pleases the people and at the same time entails the anger of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will be angered at him, and Allah will make the people dislike him. And whoever tries to please Allah subhanahu wa ta'ala, even if the people are dislike him or are angered with him, Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with him, and Allah will make the people pleased with him. And Allah subhanahu wa ta'ala has informed us that the final end, the final conclusion, always returns to those people who are pious. In other words, they do not give in to the desires of the people. As far as being getting establishment on the earth and being settled on the earth, this is not necessarily a prerequisite for the success of a person calling the truth. For we find the Prophet's companions, when they gave the Prophet bay'ah, when they gave him their oath of allegiance, the Prophet promised them in return paradise. He didn't promise them in return that they would necessarily become sovereign on the earth or that they would become rulers on the earth, but he gave them in return paradise. And here we find that the companions of the trench, those who were burned, as we know in Surah Al-Buruj and the Hadith in Sahih Muslim, they sacrificed their own souls, and yet at the same time they were not able to establish something on the earth. However, the hereafter is for them. And that is why some of the scholars have said that if you try to please the people, this is something which is impossible, and also this is something which you have not been commanded to do. In a sense, impossible, that it's impossible to please all the people, everybody at the same time, because people have different likes and dislikes. So therefore, trying to please the people is something impossible, and yet it's at the same time something which you have not been commanded to do. But to please Allah is something which is possible, in the sense you can yourself please Allah, and it's something which you have been commanded to do. And this is a great rule that the scholars have placed. وفي حديث خباب رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. فبعض العلماء يفسره على المقصود الإبراد بالصلاة في شدة الحر، والبعض كالحافظ ابن كثير رحمه الله فسره بأن شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني تعذيب المشركين إيانا في مكة بحر الرمضاء، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا ولم يدعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء. لماذا؟ أن السنة ماضية، لابد قانون، لابد أن تمر على هذه المحنة وهذه الابتلاء. كما لا يصح أن تدعو الله وتقول مثلا: اللهم لا تمتني، لابد أنك تموت، كتب الله الفناء على كل أحد. فكذلك أيضا لا تتصور أنك يمكن أن تسلك هذا الطريق بغير ابتلاء، فلذلك لم يشكهم.
في حديث آخر أوضح من هذا حديث أيضا خباب رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فماذا فعل عليه السلام عدل عن الدعاء لهم إلى تعزيتهم بأن هذه سنة ماضية في من سبق فقال لهم عليه الصلاة والسلام قال يعني لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده يحلف في حالة الضعف والاضطهاد يحلف ويجزم بالعاقبة والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون تستعجلون السنن تستعجلون النتائج قبل أن يعني ينمو النبت ويظهر الثمر في حينه. And also in the hadith of Khabab, where he says that they complained to the Prophet ﷺ concerning a ramza, and yet the Prophet ﷺ did not pray on their behalf. This word a ramza, the scholars have two explanations to it. One explanation is that they complained to the Prophet ﷺ concerning praying in the heat, heavy heat, and yet the Prophet ﷺ did not give them the permission for them to delay their prayers until it becomes cool. The other explanation, which has been given forward by Ibn Kathir, is that they complained to the Prophet ﷺ from the heat of the persecution of the disbelievers against them. And yet the Prophet ﷺ did not pray on their behalf that Allah subhanahu wa ta'ala raises from them this persecution. Because the reason why this persecution of the believers on the hands of the disbelievers is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah's divine law that must come to pass. And the Shaykh gave an example like, can we imagine a person praying to Allah saying, Oh Allah, I ask you that I don't die. Obviously this prayer cannot be responded because this is Allah's sunnah on the earth that people must die eventually. In the same sense, it's the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, it is Allah subhanahu wa ta'ala's divine law that people who call to the truth, people who stay upon the truth must be tried and tested in their faith. And another hadith which shows this clearly also, the hadith of Khabbab, that he said, I came to the Prophet ﷺ while the Prophet ﷺ was sitting in the shade of the Kaaba upon a garment of his or upon a cloth of his. And I said to him, O Messenger of Allah, do you not see what we are, the state we're in from the disbelievers torturing us and punishing us? Would you not pray to Allah subhanahu wa ta'ala on our behalf? The Prophet ﷺ then said to them, those people who were before you would be taken by the disbelievers and would be sawed in half, or would be taken by the disbelievers and their flesh would be ripped with a claw or with a plow or something like that, and yet they would not forsake their religion. However, you are a hasteful people. So here the Prophet ﷺ was telling Khabbab that even though the disbelievers are tormenting you, this is Allah's inevitable sunnah, and that for you to try to jump to the results before this occurs is something which it is impossible for it to occur. And yet then at that time the Prophet ﷺ at the same moment made an oath and he said, by him whom my soul is in his hand. المفروض أن البناء سيكون بناء عاليا جدا شاهقا. يمر الرجل جاهل ويتأمل كلما يمر على القوم وهم يعملون يجدهم يحفرون في الأرض يحفرون في الأرض يحفرون في الأرض فيتعجب ويقول ما أحمق هؤلاء الناس يريدون أن يبنوا بناء عاليا وهم يشتغلون البناء إلى أسفل بالحفر في الأرض وهو لا يدرك أن كلما قوي الأساس كلما على البنيان ويعني ارتفع في السماء لابد من احترام أمرين حينما نتكلم عن موضوع تغيير حال الأمة لابد أن نحترم السنن الكونية والسنن الشرعية القوانين الشرعية السنن الكونية نحن لا ننتظر أن يعني حال الأمة سيتغير بكلمة كن فيكون الله قادر على ذلك الله بكلمة كن كل العباد الذين على وجه الأرض يمكن أن يصبحوا ملائكة بل أشد اجتهادا في العبادة من الملائكة لكن هذا ضد سنة الله عز وجل وضد حكمة خلق هذا الخلق للابتلاء فجرت الأمور عن أسباب لابد أن تحترم تماما كما تحترم في كل الأشياء الإنسان إذا كان متعجلا أن يرزق بمولود
هل يعني يتعدى ان هذا المولود ممكن يولد مثلا بعد شهرين ثلاثة ويصمد امام الحياة، ام انه يكون مبتثرا ولا يصمد وفي الغالب يهلك؟ طبعا يهلك اذا كان في هذه الفترة المبكرة، واضح؟ كذلك الزرع، الزرع لا يعني يستطيع ان يعني لا يثمر الزرع مرة واحدة، لكنك تضع البذرة ثم تهيئ لها كذا وكذا وتتدرج وتصبر الى ان تجد ترى الثمرة في النهاية. هذا ليس كلام من عندي، لكن هذا كلام الله عز وجل حينما قال تبارك وتعالى: ومثلهم، اي محمد عليه الصلاة والسلام واصحابه، ومثلهم في التوراة كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. هذا الكلام له دليل من الواقع نحن نلمسه ونحسه الآن في هذا الواقع المعاصر رغم كل ما يكتنف الدعوة من عقبات، وهو أن الدعوة بالفعل أثمرت. ما من شك أننا أصبحنا حتى كلمة الصحوة الإسلامية الآن أصبحنا نسمعها في أوروبا وفي أمريكا وفي عمق بلاد الكفار، واضح؟ فإذا الدعوة أثرها لا تظهر مرة واحدة. كالأبي، الأب، هل الأب يلاحظ ابنه وهو ينمو في حجمه؟ كلا، لا يلاحظ ذلك. لماذا؟ أنه معه على طول، واضح؟ لكن الشخص البعيد الذي لا يراه ولا يعيش معه يفاجأ بأنه صار شابا يافعا. إذا الدعوة تنمو بجهود المخلصين المجتهدين في البذل والتضحية، والذين يجتهدون في غرس الأساس حتى يكون البناء قويا ومتينا. فهذه دلالة الواقع، ولعل مثل هذه المؤتمرات التي تعكس استجابة الشباب للدعوة، وأن الدعوة بالفعل مثمرة وأنها ليست مجرد كلام في كلام. فهؤلاء الذين يحضرون تركوا او ما كانوا عليه من قبل من عدم التزام بالدين واحترام شعائر دينهم، الى عكس ذلك سلوكهم تغير، عائلاتهم تحسنت، واضح؟ والامر بفضل الله سبحانه وتعالى في الزياد، ثم بفضل هؤلاء الدعاء الذين ينشطون ويثابرون ويصبرون على البلاء في سبيل الله تبارك وتعالى. So the thing is, when we're calling to Allah subhanahu wa ta'ala, we must remember, or we must keep in mind, two of Allah subhanahu wa ta'ala's laws. The first law is Allah subhanahu wa ta'ala's divine laws, the divine laws of the universe, and this is we must respect. In the sense that if Allah subhanahu wa ta'ala wanted to say, if Allah subhanahu wa ta'ala wanted all the people on the earth to be angels, all he would say is be, and we would find all of mankind as angels. However, Allah subhanahu wa ta'ala did not intend for mankind to just by the single word from him to become pious and to become righteous, but rather Allah subhanahu wa ta'ala wanted to be a test in which he would test the faithful, and also so they may be distinguished from the unfaithful, from the disbelievers. And the Sheikh gave a number of examples. He said, just like a person who has a child, just like the child grows over a period of time, likewise da'wah grows over a period of time. And just like when you plant a plant, you first place a seed in the ground, and then the plant takes a long time before it becomes a tree or a brush or a bush or something of that nature. And these are not just my words, the Shaykh says, but this is from the Quran itself. Look how Allah subhanahu wa ta'ala describes the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his companions. He says that their similitude in the Torah is like a plant which stalk is firm and shoots forward, and the farmers are well pleased with this plant. And that's why we find that these events, like these conferences and gatherings, do have a great benefit. And that the words, it's not just a lot of empty words, a lot of just talking, but rather we do see how the people change in their behavior after these conferences. How some people who are not as pious become more pious, how some people who are ignorant become more knowledgeable, and so forth and so on. And that is why we see that the Islamic da'wah throughout the world, even though it's gone through, it's going through a period of a lot of trial and hardship and difficulties, the fruits of patience and continuing in da'wah are apparent, even here in the lands of the disbelievers, in the lands of the Christians, like in the United Kingdom and in the U.S. We find that the youth are returning to the religion, and that the effects of the da'wah are apparent. However, sometimes you don't realize these effects. Just like a father, when he looks at his son, he doesn't see his son growing because he's with his son all the time. But when a person who comes, like a relative who comes from, sees him like once a year or once every 2 years, he immediately notices how much that child has grown. But as far as the parents, they don't notice that, because they're with the child every single day, so they don't see that gradual change.
So therefore, sometimes we feel that da'wah is not really affecting anything, because we are with the da'wah and we see it's only a gradual change. But when you look in the long term, and if you look in with a broad perspective, you see that there has been really tremendous changes. Allahu a'lam. ننتقل إلى خلق آخر من هذه الأخلاق التي ينبغي أن نتحلى بها سواء فيما بيننا أو فيما بين الآخرين، وهو أن يتواضع الإنسان لإخوانه وحتى إذا كانوا مخالفين له، ولا ينظر إليهم من عالٍ، لأن بعض من يمارسون الدعوة ينظرون إلى الناس من فوق بنوع من الفوقية، وأن هؤلاء المدعوين هم دونهم. هذا الخلق ليس من أخلاق السلف. فهذا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى يخطب في المسلمين يوما ويقول: والله إني لا أعلم من أحد منكم من الذنوب مثل ما أعلمه من نفسي، مثل ما أعلمه من نفسي. واضح؟ فلا ينظر للناس بعين الحقارة والازدراء. ليس من خلق المسلم أن يزدري أخاه أو يحتقره. وهناك قصة عن الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، أنه حينما أتى خراسان سمع عن رجل مشهور بالزهد وبالورع وبكذا وكذا، فقصد زيارته. فلما دخل عليه احتقر هذا الرجل الذي هو مشهور بالزهد، احتقر الامام ابن مبارك، لم يلتفت اليه وعمله باهمال. فخرج الامام من عنده، فبعد ما خرج قيل له: اتدري من هذا؟ اتدري من هذا الذي عملت معه ما عملت وعرضت عنه واهملته واحتقرته؟ اتدري من هذا؟ انه امير المسلمين في الحديث، انه امير المؤمنين في الحديث، هذا كذا وهذا كذا. وظلوا يذكرون له من هو ابن المبارك. فبهت الرجل وخرج اليه مسرعا يعتذر اليه ويتنصل عما مما فعل. فقال: يا ابا عبد الرحمن اعذرني وعظني. فقال: نعم يعني ساعظك، نعم، اذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على احد الا رايت انه خير منك. إذا خرجت من منزلك فلا يقعن بصرك على أحد، يعني أي واحد من المسلمين، إلا رأيت أنه خير منك. ثم سأل عنه بعد ذلك فعرف أنه حائك وليس يعني بعالم في الشريعة ولا غير ذلك. نعم. Also a very important characteristic or character which a person must have calling to those people who want to call to the truth is that they must be humble. They must have humbleness and be humble in character. The people who call to Allah subhanahu wa ta'ala should never look down at those people who they are calling to. They should not think of themselves as self-righteous and so pious, and that those they're calling to as people who are unworthy, or the people who are insignificant, or people who are so sinful that they look down at them. Look at Umar ibn Abdul Aziz, that great pious scholar and leader of the Muslims. He one time gave a khutbah and he said, "By Allah, I know of myself to have worse sins than any of you." And look at Abdullah ibn Mubarak, a story which occurred with him, that one time he went to a certain individual in Khurasan who was known to be a person, or who was referred to as a person of piety and a person of an ascetic behavior. So when Abdullah ibn Mubarak went to go visit him, that person didn't even look at Abdullah ibn Mubarak and sort of treated him, looked down at him. So Abdul Mubarak stood up and left. Then the people sitting with this person who's referred to as a person of piety and a person of virtue, they said, "Do you know what you just did? Do you know who just came to see you? That is Abdullah ibn Mubarak, the great scholar of hadith," and they went on praising him. So the man quickly got up and ran towards Abdul Mubarak and said to him, and went to him and said, "I'm sorry and I apologize, and I was not aware of what I was doing, and give me some advice." Abdul Mubarak said, "Yes, I will advise you. I advise you that you do not look upon anybody when you leave your house except that you think that person is better than you." Of course, it means the Muslims. That you do not let your eyes cast upon anybody except that you think that person is better than you in the sight of Allah. ومن مظاهر يعني التواضع الواجب على من يدعو او على طالب العلم الا يتكبر على اهل العلم. هناك من طلبة العلم من يتكبر على اهل العلم ويقول: هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. في الحقيقة يعني هناك اختلاف بين وصف الرجل بكونه رجلا وبين وصفه بالذكورة، ففرق بين الذكورة والرجولة. فالرجولة الذكورة معروفة يعني الصفة التشريحية،
أما الرجولة فهي شيء فوق ذلك، هي أخلاق ومواقف وهمة عالية وصمود وأثار يتركها الإنسان في مجتمعه. فالله سبحانه وتعالى ما عبر بصفة الرجولية إلا في مثل هذه المواقف، كما قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، واضح، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وقال رجلان من الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر هذه الآيات. فما وصف الإنسان بالرجولة إلا في هذه المواقف، أما الذكورة فشيء يشترك بين الإنسان وبين الحيوانات. فلا ينبغي إنسان أن يقول على العلماء هم رجال ونحن رجال، لكن يقول هم علماء ونحن جهال، أو نحن يعني طلبة علم، وبالتالي يقعون في ازدراء العلماء. والنبي عليه السلام وضع تعريفا للكبر لا يجوز الحيد عنه، قال عليه السلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، ألا تنزل الناس منازلهم وألا تعطيهم أقدارهم. والله عز وجل قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فمن الظلم والعدوان وبغض الناس أشياءهم بغض العلماء ما يستحقونه من الاحترام والإجلال والتقدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل تعظيم العلماء من تعظيمه، يقول عليه الصلاة والسلام إن من إكرام الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والسلطان أو المقتد العادل. أي نعم. فأيضا من ذلك تواضع طالب العلم مع إخوانه، فقد يتحرى ويترصد ويتحرش بإخوانه كي يظهر عيوبهم ويضخم مآخذهم بمظهر أنه يريد النصيحة والتقويم، وما هو الغيرة وما هو إلا يعني الحسد المذموم. هنتكلم عن الرجل وندخل شوية في الباطن. One of the characteristics that a person must have is that a person must not be arrogant. Many people who call to the truth and who are either students of knowledge or you know young men who are just on the starting on the path, sometimes they become arrogant and they feel themselves to be equal to the scholars. They feel themselves to be of such great importance and value. And sometimes they'll say, well, the scholars are men and we're men, and there's really no difference between us and them. They have an opinion and we have an opinion. There's a difference to say that a person is a male and that person is a man. Allah subhanahu wa ta'ala, when praising the believers for certain stances they take throughout the Qur'an, you find that Allah subhanahu wa ta'ala describes them as being rijal or being men. Allah subhanahu wa ta'ala does not use the Arabic word, which might be translated as being male. Because a person being described as being a male, this is a quality which is common for human beings and also for animals. It just means that he's not a female. But as far as a person being a man, it means that he is not just only a male, but that he is also has a certain stance and a certain character and a certain firmness upon the truth. So therefore we should say that they are scholars and we are either ignorant or at best we are students of knowledge. We should never look down at the people. We should never be arrogant. The Prophet ﷺ has defined arrogance, and this definition is the only definition which we accept for this word of arrogance, that arrogance is to reject the truth and to look down at people. And the Prophet ﷺ has said that do not cheat the people from what they deserve. And therefore, and also in another hadith, the Prophet ﷺ said that it is from praising Allah subhanahu wa ta'ala and from glorifying Allah subhanahu wa ta'ala that you show respect to a man who has become gray-haired in Islam, in the sense that he has grown his whole life as a Muslim, and also for the one who has carried hold the Quran, in other words, a scholar. And also the third person the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned is the righteous ruler. So therefore we should never speak bad against the scholars or speak bad against other people because we're jealous of them. And we try to make it seem that we are expressing the truth or that we are trying to preach the truth, but in actuality all we are doing is we're showing our jealousy to them. Five.
أيضا مما ينبغي أن نستحضره يعني العاطفة الحية تجاه إخواننا المسلمين. لابد أن نصوب نظرتنا إلى من يخالفنا حتى من بين يعني المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا البنيان أو هذه الأمة بأنها جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مع أن بعض الأعضاء مريضة لكنها ما زالت من داخل هذا الجسد المريض. فيعني أيدينا في برمة يعني مريضة، رئتنا في البطن أيضا فيها أمراض، وهكذا أعضاء هذا البدن مريضة، فكل الجسد يتألم لألمها. فنحن لابد أن نستحضر دائما أننا لسنا جزءا مبتورا من أمة الإسلام. الجسد المريض مع كونه مريضا ما زالت في تدب روح الحياة التي هي لا إله إلا الله. هذه روح البدن إذا خرجت صار ميتا لا قيمة له، لكن ما دام الجسد حي فيه التوحيد فيه لا إله إلا الله فيبقى الأمل في شفائه وفي يعني علاجه. فالانفعال بألام المسلمين واستحضارها وعلى الأقل الدعاء لهم وبذل ما يستطاع في نصرتهم هذا من أوجب واجبات هذه الديانة. كان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى كان معروفا بشدة اهتمامه بأحوال المسلمين، كان يمرض إذا علم من ألام المسلمين شيئا، حتى إن أمه مرة رأته عليلا فقالت له ما لك، ما الذي ألم بك، هل مات مسلم دقين؟ فإذا يعني نريد أن نستحضر هذا الأمر أننا لسنا جزءا مبتورا من هذه الأمة مع وجود الأمراض فيها، مع وجود الانحرافات بكل أنواعها. ما داموا في دائرة الإسلام فهم منا ونحن منهم، وإن كانت دائرة أخف وهي دائرة الملتزمين بالسنة والجماعة والمستقيمين على منهج السلف الصالح. The other characteristic which, or the other characteristic which a person who calls for truth must have is that he must have the feelings of kindness and the feelings of mercy towards his fellow Muslims. As the Prophet ﷺ said, that the similitude of this nation, of this community, is like a single body. When one part of the body is ill, the rest of the body stays awake with watchfulness and fever. So therefore, when part of this Muslim body, this Muslim community, is ill in Burma, for instance, or when part of our body is ill in Bosnia, we must feel ill and we must feel and show our remorse for the situation. And the least we can do is to make dua for our brothers. Even though the body might be ill due to its sins and due to its ignorance, it still has is still a living body, because in its soul, which is La ilaha illallah, is still present. And so long as they are people who consider themselves Muslims, they are Muslims. So long as they are Muslims, there is always a chance that they will recuperate. It is only when the people have forsaken Islam that then their body has become dead, and therefore there is no hope. But we should always feel for our brothers, even though ourselves we might be of a smaller circle, those people who are upon the sunnah of the Prophet ﷺ. We should always feel for our brothers, whatever place in the world they are, whatever hardships they're having. And the Shaykh gave a very good example of that, is that the great scholar who lived in the early part of this century, the 1900s, Muhammad Rashid al-Ridha, when he used to hear the Muslims were going through some hardship anywhere in the world, he would become ill, physically ill. So much so that one time his mother saw him ill, and she said to them, what has happened? What has made you sick? Did a Muslim die in China? And she said this because he was known to always become ill whenever he would hear news of the Muslims going through some sort of hardship or turmoil. أخيرا أو الخلق الأخير الذي نتكلم فيه أن يتحلى الإنسان بالهمة العالية ولا تحطم عزيمته المعاناة وطول المقاساة من أعداء الله تبارك وتعالى. فلابد الإنسان لابد له من نوعين من القوة. أي إنسان حتى يثمر عمله لابد من نوعين من القوة، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية هي التصير تنشأ عن العلم، العلم وحده لا يكفي، لابد بجانبه من قوة عملية، قوة الإرادة والهمة
في الناحية العملية. فلابد أيضا من الاهتمام بهذا الأمر، وعلى الإنسان أن يعني لا يتأثر بما حوله. يفترض أنه خلق في هذه الأرض وحده، وكلف بالحق وحده، وأنه سيبعث وحده ويحاسب وحده، ولا يلقي تبعات مسؤولياته عن الدين إلى الآخرين. كل مسلم داعي إلى الله سبحانه وتعالى بقدر يعني استطاعته. لأن هناك مقولة يقولها بعض الناس بلسان الحال: إن كل ألام المسلم التي نعانيها الآن وكل هذا الفساد الذي هو في العالم الإسلامي، هذا كله تسبب فيه من قبلنا وسيصلحه من بعدنا. تسبب فيه من قبلنا وسوف يصلحه يعني من بعدنا. من آثار هذه الهمة الإنسان لا يبالي بالنتائج ما دام لم يقصر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يبالي بالنتيجة، النتيجة على الله، خلق الهداية في القلب من الله سبحانه وتعالى، لكن يجتهد في البيان والتوضيح ودعوة الناس إلى الحق. والدليل على ذلك أو على صحة هذا الكلام ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي الأنبياء يوم القيامة، يأتي النبي معه الرهط القليل، يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل نجترئ فنقول إن هؤلاء الأنبياء فشلوا لأنهم لم يقيموا الحكومة الإسلامية كما زعم بعض المفكرين للأسف الشديد؟ كلا، ما يصح أن يقال إن النبي فشل، كلا، ولكن لأن النبي غير مسؤول عن هداية القلوب، غير مسؤول عن هداية القلوب، هو مسؤول عن البيان البلاغ الواضح المبين. أما هداية القلوب فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت لست مسؤول عن نتائجه، لكن يعني مبلغ نفس عذرها مثل منجحي كما يقولون علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. And the final characteristic that the person should have who calls the truth is that he should always be have the highest zeal and always seek to for excellence and strive his utmost, because every single individual has two forms of strength. He has his intellectual strength, and that is knowledge and sure-sightedness in the religion, and he has his physical strength, or his which is his zeal to seek and his ability to strive to do his utmost and to do his best. Every single Muslim should be called to the truth to the best of his ability, and every single Muslim should be zealous to that aim to the best of his ability. One should not be concerned with the results of his of the actions, whether he is successful or not, in the sense is that whether he is able to guide people or whether he's able to establish, for instance, an Islamic government. But rather what he should be concerned with is, did he spread the message to the best of his ability? And the proof for this is that the Prophet ﷺ said, on the Day of Judgment, a prophet will come and he'll only have a few followers behind him. And a prophet will come and he'll only have two men behind him. And a prophet will come and he'll only have one man behind him. And a prophet will come and he'll have nobody behind him. Nobody would respond, has responded to his message. Could we now describe these prophets as failures, that they were unsuccessful because they did not establish an Islamic government, because they were not able to guide anybody from mankind? Of course not. To describe them as such would be a great sin. So the point is that you're not responsible for the end result. You're not responsible for the guidance that occurs in the people's hearts, and you're not responsible for the establishment of the Islamic government. But what you are responsible for in front of Allah subhanahu wa ta'ala, that did you do your utmost, did you strive to your best ability to preach and to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as what Allah subhanahu wa ta'ala wants to result from your efforts, if people are guided, if you're able to establish an Islamic society or government or state, that lies in Allah subhanahu wa ta'ala's hand, and you will not be questioned concerning that, but you will only be questioned concerning your efforts and did you do it to the utmost. And Okay, right now what we'll do is we'll take a few questions.
And before we start answering the question, we have Brother Munawwar Abu Muntasir would like to make an announcement. No. Or after I answer this question. Yeah, this question. I'll only be able to ask one question. Now, the questioner asked the Sheikh, when a country is in the wrong in political matters, should the rest of the Muslims still help that Muslim country? يعني إذا كانت دولة مسلمة يعني في سياستها على الخطأ هل يجب يعني على الدول الأخرى يعني من المسلمين أن يقوموا بمساعدة تلك الدولة؟ يقول ابن حكيم when a country is in the wrong in political matters. كلهم ينفضوا أيديهم من الحكومات. يعني انفضوا أيديكم من الحكومات الإسلامية. اعتبروا الدعوة مسؤوليتكم أنتم. ودعوكم من هذه انفضوا أيديكم منهم. The Sheikh says, don't worry, just leave those governments alone. Consider da'wah your own responsibility and care less about these countries that exist now on the face of the earth and these different governments. Here's a question to the Sheikh. It says, that it has been mentioned occasionally that who dies on the belief of La ilaha Allah will enter paradise. Is he not required to believe in the second part of the kalima Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or is it just sufficient just for a person to say La ilaha Allah? يعني هذه يعني يقول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم. هذا من تعريف الكلمة في اللغة العربية. أحيانا تطلق الكلمة كلمة means word كلمة, وأحيانا كلمة a big poem is expressed by word كلمة. When you say كلمة التوحيد it's not just one word, it's you know لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله all, يعني you express both by the word كلمة. This is a linguistic you know research. بس لكن ما في يعني انه جاب الصوت بالعربي. نعم من المعنى ما في شك ان الانسان يعني لا ينجو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, سد كل طريق الى الجنة الا طريقا على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ابدا بعد بعثة النبي عليه السلام ان يدخل واحد من البشر بلغته هذه دعوة الجنة الا من طريق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا بد من الشهادة له حتى يحكم على الانسان بانه مسلم. لابد له من امرين, لابد من الشهادة الصادقة بقلبه بأن لا اله الا الله وان محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله, هذا هو التصديق. الامر الثاني لابد من الانقياد, ان ينقاد لحكمه ولشرعه, وإلا فما اكثر ما نقرأ حتى لبرنارد شو ولكثير من مفكري الغرب والشرق ممن يسمون بالمنصفين, نقرأ مدحا يعني عظيما جدا للنبي صلى الله عليه وسلم, مئات من النصوص من هؤلاء الكفار والمستشرقين والمفكرين والأدباء وغيرهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مدح ويصفونه بأنه رسول الله, لكنهم لا يعلنون ذلك على سبيل أنهم يعلنون راية الانقياد لشرعه والانتسال لحكمه, تماما كاليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, لكن لم يعلنوا الانقياد لحكمه, فبالتالي لا يدخلون في الإسلام. فلا يكفي فقط أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله, حتى تضم إليها الانقياد لشرعه عليه الصلاة والسلام. نعم. And what the Sheikh said, the part he said in Arabic, I'll translate, or even the first part, that you know when we say the word of Tawheed, sometimes it's translated kalima as word. In actuality, in this sense, it means the statement of Tawheed. So therefore, it comprises both our statement لا إله الله and our statement محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Also adding to what the Sheikh said, that you know when we find these narrations that say whoever's last words is La ilaha illallah, he will enter paradise, it is assumed by this that the person does testify to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam being Muhammad sallallahu alayhi wa being the Messenger of Allah. This is understood from the hadith itself, even though it might not be expressed in the actual wording of the hadith. And that is because it is known by necessity in the Islamic religion that nobody will enter paradise after the Prophet Muhammad being sent to mankind, except that if he believes in the Prophet Muhammad and he follows and adheres to his way.
that all other roads to paradise has been closed since the sending of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we should understand that in the beneficial point, that in the statement of the person that la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, two conditions must be fulfilled in general. The first condition is that a person must say these statements truthfully, in the sense that he's not a hypocrite, just saying it, but in his heart he doesn't believe in it. And the second condition in general, which must be filled, that he says this and he is also willing, he voluntarily is willing to adhere to that which the Prophet Muhammad ﷺ came with, whether by way of the Quran or the Sunnah. For we find that many Orientalists and many other people do recognize the Prophet ﷺ as being a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah describes the Jews in the Quran that they know the Prophet Muhammad ﷺ like they recognize their own son. Yet they will not enter paradise, nor will they, or are they considered Muslims, because they were unwilling to submit themselves to Allah subhanahu wa ta'ala and to adhere to the Sharia of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وحينما نتكلم عن الانقياد فالمقصود انقياد كمبدأ، يعني هو كمبدأ لابد أن يقر أن هذا رسول الله ويجب طاعته وأني أنقاد لحكمه، فلا يتعارض هذا مع انتقاص هذا الانقياد أحيانا بارتكاب بعض المعاصي. لكن ما دام أصل الاعتقاد في قلبي أنه لابد من انقياد لحكمه، هذا لابد منه، لا يستنكف عن طاعته صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه السلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة. والمقصود هنا بالأمة أمة محمد عليه السلام. أمة محمد تطلق على إطلاقين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة محمد كل واحد من البشر، يعني وجد على هذه الأرض منذ بعثته الشريفة حتى قيام الساعة فهو من أمة محمد. إذن جورج بوش من أمة محمد، جون ميجور من أمة محمد، إسحاق رابين من أمة محمد، لكن بمعنى أنه يعني نبيه الذي بعث إليه في زمنه هو محمد، وسوف يسأل عن نبوة محمد حينما يوضع في قبره. حتما وقطعا سوف يسأل هذه الأسئلة الثلاث: ما دينك؟ وما ربك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه أمة الدعوة، يعني الأمة التي توجه إليها الدعوة، المخاطبة بالدعوة. ثم بعد ذلك هناك معنى أخف لأمة محمد، وهي أمة الإجابة، التي وهي يعني تشمل المسلمين، المسلمين الذين استجابوا لدعوته وأعلنوا دخولهم في دين الإسلام، فهذه أمة الإجابة التي دخلوا أصلا في الإسلام. أما أمة محمد بمعنى الأعم فهي أمة الإيه؟ أمة الدعوة، يدخل فيها اليهود والنصارى وكل من يدب على وجه الأرض إلى قيام الساعة. So the point is that when we say that you must have the second of the two major conditions in general, and that is a willingness or the acceptance of compliance or adherence to Sharia of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we understand that this means just in principle, because a person sometimes might not adhere to the Sharia in the sense that he falls short and makes sins. So the point is that he is willing and that he accepts as a principle that it is required upon him, that it is a responsibility of his that he adheres and he obeys and submits to the commands of Allah and the commands of his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we find in the hadith which is mentioned in Sahih Muslim that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there is not a single Jew or Christian from this ummah who hears about me and then does not believe in me except that he will be among the inhabitants of the hellfire. So here, what does the Prophet sallallahu alaihi wasallam mean by of this ummah, not a single Jew or Christian of this ummah? Meaning that any single Jew or Christian who lives after this time or during the time when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent and the time thereafter. So therefore, for instance, Bush or Major or Itzhak Rabin, they are all from the Prophet sallallahu alaihi wasallam's ummah in the sense that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they were living in a time in which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent to them, and therefore they will be asked about the Prophet sallallahu alaihi wasallam in their grave. For we know that every single human being in his grave will be asked three questions, or most human beings will be asked three questions concerning who do they worship, concerning what religion they practice, and concerning what do they say concerning this man, meaning what was their position concerning the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The term ummah is also used sometimes in a more concise meaning, a more specific meaning. It means those who have responded to the call of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is what we mean by saying the ummah of the Muslims. Okay, but in the most general sense, the most broadest sense, it means the term ummah means those who the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent to, and they are responsible to respond to his call
and that is everybody of mankind, indeed everybody of the jinns, from the time Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam until the Day of Judgment. Wallahu ta'ala a'lam. And with